وينضم إلي عبر الأقمار الصناعية ملازم أول محمد طنيش الضابط بمديرية أمن غريان. سيادة الملازم أول، أرحب بك معي في السابعة. أهلا وسهلا بكم. أولا نترحم على كل من قضي نحبه في معركة الدفاع عن الوطن، نسأل الله أن يكون شهداء، ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع جرحانا، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. حياك الله. أطلعني عن كيف تسير الأمور الأمنية داخل المدينة الآن، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية فتحي بشارة. نعم، في خلال المدة الماضية بعد تكليف مدير الأمن عميد عبد الحميد التونسي بصفته مدير أمن غريان تابع لحكومة الوفاق الوطني، في المدة الماضية أثناء تواجد قوات الكرامة مدينة غريان تواصلنا مع السيد وزير الداخلية عن طريق مدير أمن غريان، وضعنا خطة أمنية لتأمين المدينة سواء داخل المدينة مركز المدينة أو منافذ المدينة، وهناك استجابة ولله الحمد كانت من الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية في مد يد العون لنا في تأمين المدينة. فبعدها بعد تحرير مدينة غريان زار السيد وزير الداخلية الأستاذ فتحي باشاغا المدينة وطلع على كل الإمكانيات المتواجدة. طبعا مديرية أمن غريان تكاد تكون مفتقدة أو معدومة لجميع الإمكانيات، يعني بعد خروج القوات الكرامة من غريان خرجوا بلاليات من داخل المدينة لم يتركوا لنا شيئا، تكاد تكون المديرية يعني منهارة. الآن بدأنا في وضع ترتيباتنا داخل المديرية، بدأنا بوضع خطة أمنية، استدعينا جميع ضباط وضباط الصف وأعضاء الشرطة وموظفين تابعين المديرية، اطلعنا سويا نحن ومدير الأمن على الخطة الأمنية، وبدأنا في وضع الدوريات ابتداء من يوم الأمس، وتكاد تكون ضعيفة في البداية، ولكن بإذن الله تعالى خلال المدة الماضية ستكون هناك مجاهرة بالأمن بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى. طلبنا وزير الداخلية بكافة الاحتياجات اللي تحتاجها مديرية أمن غريان سواء من مركبات آلية أو من ملابس أو من تجهيزات أمنية أخرى، وأعطانا الوزير وعود خلال الفترة القليلة القادمة يعني الفترة القصيرة هذه بأن كل الإمكانيات تكون موجودة. نعم، ونسأل الله أن يوفقنا في هذا العمل نحن والضباط وضباط الشرطة وضباط صف وأعضاء هيئة الشرطة، هذه وظيفتنا احنا في الآخر نتبع وزارة الداخلية يعني بنأمن مدينتنا مهما كانت الظروف اللي فيها احنا يعني. طيب بعد ما تحدثت عنه أو بعد ما تعانيه المديرية من نقص في الإمكانيات بعد انسحاب ميليشيات الكرامة، الآن هل هناك تنسيق بين مديرية أمن غريان وقوات الجيش التي تتواجد في المدينة لتعويض النقص الذي تعانيه المديرية وأيضا لفرض الأمن داخل المدينة؟ يعني هل هناك تنسيق بينكم وبين قوات الجيش، وما طبيعة هذا التنسيق إذا كان هناك تنسيق؟ نعم، متواصلين نحن وقوات الجيش الليبي وقوات المساندة للجيش الليبي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، هناك استجابة وكانت الدعوة منهم هم في مد يد العون لنا، وهناك ترتيب جيد ما بيننا وبينهم، وحاليا وضعنا خطة أمنية كما ذكرت لك سابقا وبدأنا في تنفيذها، ولله الحمد بدوا في كخطوة أولى في تأمين من المؤسسات والمنشآت الحيوية داخل المدينة، وخلال الفترة القليلة هي اعتبارا من غدا تبدأ هناك الدوريات متواجدة داخل المدينة. طيب ماذا عن الوضع الأمني داخل المدينة؟ يعني هل سجلتم أي خروقات منذ دخول قوات الجيش إلى المدينة وإعلان السيطرة الكاملة وتحرير المدينة من ميليشيات الكرامة؟ ولله الحمد إلى الآن لم تسجل أي خروقات، يعني لم يتجه أي مواطن إلى مراكز الشرطة فتح محضر سواء كان في سرقات أو في اعتداء أو في غيره، وحتى وإن كانت تكون بسيطة جدا يعني تكاد تكون معدومة يعني ما حاجة ما هيش بالشكل يعني المذكور. نعم، خروقات بسيطة جدا، وهناك استجابة من المواطن حقيقة في مد اليد العون بالتعاون معنا في تأمين المدينة، وندعو كل المواطنين وأهالي المدينة خلال منبر قناة التناصح
بأن يمدوا يد العون معنا في آخر هذه مدينتهم، لأن أمن المدينة من أمنهم هم، وبإذن الله يتعاونوا معنا إن شاء الله ويمدوا يد العون معنا إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر ملازم أول محمد طنيش الضابط بمديرية أمن غريان، كنت معي عبر الأقمار الصناعية.